رح اشرح النقطة أكثر، أوكي؟ بتقولوا طيب كيف هيدا سر؟ أول شيء قبل ما جاوب على السؤال بدي اياكم تعرفوا إنكم ما بتقدروا أبداً تتعلموا الطاعة الداخلية بحياتكم أو الاستعداد الداخلي لطاعة مشيئة الله بحياتكم. ما بتقدروا تتعلموا هالأمور من الكتب وأنا بكتب كتب، ما بتقدروا تتعلموا هالأمور من الوعظ وأنا بحب الوعظ، ما بتقدروا تتعلموا هالنمو هالطاعة الداخلية لمشيئة الله بحياتكم. انتوا عم تركضوا من مستشار لمستشار ومن مرشد لمرشد ومن صديق لصديق، مش رح تتعلموا بهالطريقة. ما تقدروا تنموا استعداد داخلي لطاعة مشيئة الله بحياتكم بإنكم تصغوا لشخص عم يدعي إنه شاف رؤية عنكم أو إنه شاف حلم عنكم أو أخذ كلمة من الرب لإلكم. الطريقة الوحيدة لتنمية هالاستعداد الداخلي هي إنكم تقضوا وقت مع الله ومع كلمته. إذن سر معرفة مشيئة الله هو الاستعداد الداخلي لطاعة مشيئة الله، وفقط بهالوقت رح تميزوها، لأنه هالأمر ما بيجي من اللجوء للناس لكن من تمضية وقت مع كلمته. وبتعرفوا شو رح يعلمكن؟ رح يعلمكن بعض الأمور يلي ما بدكن تسمعوها، يلي ما بدكن تتعلموها. رح يعلمكن، انتو جاهزين تسمعوا؟ انتو جاهزين ولا امين؟ رح يعلمكن انه المكان يلي انتو فيه بهاللحظة هو مشيئة الله لإلكن. مش رح اطلب يرفعوا ايديهم الناس يلي ما بحبوا هالامر ابدا. تعرفوا في آية بتأمل انكم تحفظوها وانكم تخلوها تشتغل بالاعماق بداخل قلوبكم وداخل اذهانكم وداخل ارواحكم، وهي المزمور 25 الآية 9. هي رائعة رائعة. ممكن ابقى هون واعطيكم عشرات النصوص من الكتاب المقدس عن مشيئة الله، لكن هيدي وحدة. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. فيكن تلوها معي؟ يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. شايفين؟ إذا سمحتوا لروح الله القدوس إنه ياخد هالآية ويخلي فعلا ذهنكن وقلبكن وروحكن يشعروا فيها بعمق ويفكروا فيها ويتأملوا فيها ويمارسوها، رح تحصلوا على أعظم بركة بمسيرتكم مع الرب. أنا بوعدكم. مرادف تاني للتواضع هو كلمة طاعة. فيكن تشيلوا تواضع من الآية وتبدلوها بطاعة وبتحصلوا على نفس المعنى. إذا بالداخل أنا مستعد أن أطيع مشيئة الله بحياتي مهما كانت ومن ضمن المكان يلي أنا فيه هلأ، يعني أنا مش رح أقضي ولا ثانية عم شك إذا الله رح يقودني بكل خطوة من حياتي. مش رح أقضي ولا ثانية عم بحاول أعرف شو هي الخطوة التالية. هالشي مش رح يعمل فرق عندي. اسمعوا شو قال يسوع بيوحنا 7:17. يوحنا 7:17 بيقلكن كل يلي بتحتاجوا تعرفوه عن تمييز مشيئة الله. شو هو؟ الاستعداد إنكن تعملوا مشيئة الله. لكن هون المشكلة، وهيدي مشكلة منوقع فيها كلنا بمرحلة معينة من حياتنا. بعرف إنها كانت مشكلة مرقت فيها بمرحلة من حياتي. تعرفوا شو هي المشكلة؟ المشكلة عند أغلبنا إن نحن بالخفاء بدنا أو منتمنى إنه الله يطيع مشيئتنا. مرحبا. نحن بالخفاء منتشوق انه الله يبارك خططنا. نحن بالخفاء منرغب انه الله ببساطة يغير تفكيره ويفكر مثلنا. لو ممكن فقط ببساطة يفهم يلي بدي يعملوا كرمالي، رح يكون عندنا اوقات حلوة مع بعض. لما احكي مع الناس واسمع واصغي بانتباه كبير،
وشخص يجي يقول لي يا مايكل أنا عن جد عن جد عن جد عن جد عن جد بدي أعمل أعرف وأعمل مشيئة الله بحياتي، بقول عن جد عن جد عن جد نعم عن جد عن جد عن جد بدي أعرف. إذن شو المشكلة؟ بالواقع المشكلة إني بدي أترك وظيفتي الحالية، بدي أخرج من وضع الحالي، بدي أخرج من ظروفي الحالية، بدي أخرج، بدي اتزوج هيدا الشخص بالتحديد، او بدي بالتحديد صفقة العمل هيدي انها تنجح، بدي هالامر، بدي هداك الامر. بقول له لحظة لحظة، هلا قلت لي انه عن جد عن جد عن جد عن جد بدك تعرف وتطيع مشيئة الله. نعم. اذا كيف تعرف انه مش مشيئة الله لإلك انك تكون بالمكان يلي انت فيه هلا، بالوظيفة يلي انت فيها، بالحالة يلي انت فيها، بالظرف يلي انت فيه؟ كيف تعرف هالشي؟ لا 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 مايكل انت اصلا مش فاهم، مايكل انت حقيقة مش فاهم، انا تعيس بوضع الحالة. لكن يا صديقي بدي اقول لك انا مش غريبة عني الاوضاع التعيسة. بتشوفوا اكتر هالامر بكتابي لو كانت الايد بيد الله، تقرأ كل شيء عن هالموضوع. فعلا بدكن تعملوا مشيئة الله أو بدكن الله يعمل مشيئتكن؟ هيدا هو السؤال يلي لازم تطرحوه على نفسكن اليوم. هل فعلا بدكن تعملوا مشيئة الله أو بدكن الله يعمل مشيئتكن؟ تعرفوا تعلمت على مر السنين إني لما مر بوضع ما كون في حقيقة مكتفي وفرحان، تعلمت اني اعرف شو يعني اني افرح بالرب لحد ما الرب بنفسه يفتح باب تاني. تعلمت كون راضي بمكان الحالي. وبتعرفوا شو الله بيعمل خلال هالوقت يلي بتفكروا فيه انكم تعصى بدكم تتركوا كل شيء وبدكم تخلصوا؟ بتعرفوا شو الله عم بيعمل؟ هو عم بيعلمكم، هو عم بيرشدكم، هو عم بيشكلكم، هو عم بيدربكم، هو عم بيختبركم. بتعرفوا ليه؟ لانه الله بيقودنا مش نحن منقوده. نحن يلي منطيعه مش هو يلي بيطيعنا. الله سيد وهو متحكم فينا مش نحن متحكمين فيه. من الغرور نفكر إننا منقدر نتحكم بالله. الإله السيد بيحرك الأمور بحياتنا بحسب قصده وبحسب الأفضل لنا لأنه بحبنا كتير. أكيد في بعض الأمور يلي تثبتت بالكلمة، وإذا أنتم وأنا صلينا كرمال مشيئة الله بهالأمور بتكون هيدي خطية، هيدا شيء حقيقي. المسائل يلي تثبتت بالكتاب المقدس مش مسائل بتروحوا وبتصلوا وبتطلبوا مشيئة الله فيها. الكتاب المقدس يمكن ما يقول لك إذا لازم تصير طبيب أو مهندس أو محامي أو مندوب مبيعات أو أي شيء، لكن الكتاب المقدس بيقول لك انك ما بتقدر تكون لص، ما بتقدر تكون زاني، ما بتقدر تكون اي شيء بيقدر يأذي الناس. رومي 12:1-2 بتقول مشيئة الله لإلكن هي انكن تتقدسوا، وبالتالي كل شيء رح يعيق عملية تقديسكن عصورة المسيح هو مش مشيئة الله. لما تكونوا من الداخل مستعدين تطيعوا مشيئة الله حتى لو فكرتوا انكم عم تعملوا غلط او عملتوا غلطة، الله بياخد يلي سميتون اغلاط، وهو بحساباته السماوية بحبكن وبيعمل منهم درج يوصل لمشيئته بحياتكم. خلوني اسألكم تقريبا 7 أسئلة عملية بسألها لنفسي لما كون عم باخد خطوة كبيرة بحياتي. مثل ما قلت أنا بعلمكن من أغلاطي. رقم 1 بطرح نفس السؤال، هل هيدي أفضل طريقة أقدر أخدم فيها الرب؟ ثانيا بسأل نفسي هل هيدا بيتوافق وما بيتعارض مع كلمة الله؟ والسؤال الثالث، هل رح أقدر أتشبه بالرب يسوع المسيح بهالحالة؟ ورابع سؤال هو، هل أنا عندي تأكيد من قائد مسيحي تقي
مش من دزينتين من الناس؟ رقم خمسة، هل الله جعل روحي مش مرتاحة بداخلي لأنه عم بيعدني للنقلة لكن النقلة بعد ما إجا وقتها؟ رقم ستة، هل أنا عندي سلام داخلي تجاه هالمسألة؟ وأخيرا، هل الله فتح الباب على المصراعين أو أنا عم بحاول اقتحمه؟